سيد مدر، المعارضة التركية التي تنافس الرئيس أردوغان في الانتخابات تلعب بشكل سيء بورقة اللاجئين السوريين والمواطنين السوريين المتواجدين في الأراضي التركية، خاصة طبعا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة السورية. ولكن هناك تصدي واضح من قبل أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية لمثل تلك الأقاويل والتصريحات المعادية للسوريين. كيف ترى المؤتمر الصحفي الأخير لوزير الداخلية سليمان سويلو، والذي أشار فيها لبعض من الإحصائيات، وكان الحديث منصب على هل يود السوريون الرحيل مرة أخرى والعودة مرة أخرى لوطنهم أم لا؟ كيف ترى تصريحه بمثل هذه الإحصائيات؟ هل هناك تراجع في موقف حزب العدالة والتنمية من مسألة استضافة اللاجئين السوريين أم ماذا؟ وكيف ترى هي الرؤية الواضحة بالنسبة للحكومة التركية حيال هذا الملف؟ أولا الشكر والتقدير للشعب التركي، للأمة التركية، الشكر والتقدير للحكومة التركية، إلى حزب العدالة وإلى كل من ساهم في استضافة السوريين في تركيا، في استضافة اللاجئين في تركيا، بسبب ما عاناه الشعب السوري من إرهاب النظام والميليشيات الإرهابية البيدة وحزب الله وإيران وروسيا. لا شك بأن وجود السوري في تركيا بصراحة قد ساهم مساهمة كبيرة جدا اقتصاديا. الحكومة التركية وكذلك حزب العدالة والتنمية التركي أدركوا بأن الشعب السوري في تركيا حقيقة هم سياح وليسوا لاجئين. يعني خلينا نتكلم بصراحة، اليوم المواطن السوري شهريا تقريبا يصرف حوالي 500 يورو، كل عائلة سورية تصرف اليوم على سبيل المثال 500 يورو شهريا، هذا يعتبر سائح، فهو يدفع أجرة المنزل وأجرة الكهرباء والماء والغاز والإنترنت وكذلك أجرة المياه وكذلك النقل والمواصلات، وكل هذه الأموال هي تأتي من المنظمات الدولية من الأمم المتحدة.